هس رح احكي عن ال potential energy هيدي ال potential energy هي نوعان هي gravitational potential energy اللي نحن اكتر شي رح ندرسها والالاستic potential energy اللي بس بدي اعطيكم فكرة عنها اول شي ال gravitational potential energy هي energy stored in an object اول شي لت... لتعرفوا شو هي ال gravitational potential energy هي عبارة عن object على ارتفاع معين at a height edge from a ground هيدا الجراوند بكون تيكن از ريفرنس يعني انا عندي طابه على ارتفاع 10 امتار لاقدر احسب قد هي مخزنه انرجي اللي هي جرافيتيشنال بوتنشال انرجي بستعمل قاعده ام تايمز جي تايمز اتش الام هو الماس اوف ذا اوبجكت الجي هي الجرافيتي والاتش هي ارتفاعها عن الارض الأرض اللي هي مسطح ثابت عادة بنسميها the reference هي أول شيء